السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا طلاب المستوى الثالث الثانوي دارسين مقرر حياة 317. معاكم بإذن الله درسنا يختص بعلوم الأسماك. في البداية قبل ما نتطرق للأسماك حابين نعرض لكم مجموعة من الأسماك المعروفة في مملكة البحرين. طبعا البحرين معروفة بسمك الهامور، وعندنا سمك الصافي، سمك الشنعد، وسمك الفسكر اللي يسمونها عندنا ببنت النوخذة. أهدافنا لحصة اليوم لدرس اليوم عفوا راح نتطرق إلى مجموعة من الأهداف، راح نتعرف على خصائص الأسماك وأهمية الفكوك في الأسماك، ونشوف وظيفة الزعانف الموجودة، راح نقارن ما بين أنواع القشور الأربعة الموجودة في الأسماك من حيث وجودها وشكلها ومما تتكون، وأيضا راح نفسر آلية استخلاص الأكسجين المذاب اللي بتصير في الخياشيم. ننتقل إلى درسنا. في البداية نعرض لنا المخطط العام للفقاريات. نتذكر احنا قبل درسنا مجموعة شعبة الفقاريات، والحين راح نتخصص في هذه الجزئية شعبة الفقاريات. شعبة الفقاريات فيها مجموعة من الطوائف، الطائفة الأولى هي الأسماك اللي راح ندرسها اليوم بإذن الله، راح ندرس بعدها تطور إلى البرمائيات، تطورت أكثر وصارت طوائف الزواحف، تطورت أكثر الطيور، وآخر تطور لشعبة الفقاريات هي الثدييات. راح ندرس كل طائفة في درس منفصل عن نفسه. الخصائص المشتركة لكل هذه الفقاريات إنه وجود الأعضاء الداخلية، ومنها عندها الكلية، وعندها الكبد، وعندها قلب، وعندها دورة دموية مغلقة. هذه الخصائص كانت مفقودة في الحيوانات اللي درسناها في بداية الفصل كالإسفنج واللاسعات. مهم نعرف الفرق ما بين الغضروف والعظم. الغضروف والعظام نشوفها مع بعض، اللي هي هما مادتين مكونين من هياكل داخلية لمعظم الفقاريات، أي أن الغضاريف والعظام مادتين موجودتين في هذه الشعبة من المخلوقات الحية. احنا نعرف الأسماك تعيش في الماء، إذا هناك تكيفات تمكن الأسماك أنها تعيش في وسط الماء. نشوف أول تكيف أن عندها فكوك، وهذه الفكوك تهيئها أنها تعيش، وبالإضافة إلى وجود الرئات في بعض الأسماك. الأسماك أيضا معظمها عندها عمود فقري، وعندها الزعانف مزدوجة، عندها قشور، عندها خياشيم، ودورة دموية واحدة. طبعا الأسماك لا تستطيع بناء بعض الأحماض الأمينية، لذلك تحصل على هذه الأحماض من خلال الأغذية التي تأخذها. هذه التفاصيل المعلومات راح ندخلها بتفصيل دقيق فيما يلي. نشوف هني خصائص الحبليات بشكل عام اللي درسناها في حيوان السهيم، الحبليات اللافقارية. نسترجع شوية من المعلومات البسيطة. حبليات تتميز عندها حبل عصبي ظهري، كهو الحبل العصبي الظهري موجود، وعندها حبل ظهري، وأيضا عندها جيوب بلعومية، هذه هي شكل الجيوب البلعومية، وعندها ذيل خلف شرجي، هذه هي منطقة الذيل الخلف الشرجي. نشوف الفرق الحين. لما نقول عمود فقري معناتها هذه المخلوقات الحية تحتوي على عمود، هذا العمود الفقري يحل محل الحبل الظهري الذي يحيط بالحبل العصبي ويحميه. يعني لو نلاحظ الفكرة نشوف هني يحدث استبدال الحبل الظهري خلال النمو الجنيني. لاحظ الصورة هذه المختصة بالحبليات، لاحظ ان عندك حبل عصبي وعندك حبل الظهري الانبوبي. صار تطور الحين على مستوى هذين الاجزاء من المخلوقات الحيه. لما نوصل الى شعبه او العفو الثدييات منها الانسان، لاحظ ان عندنا عمود فقري، وداخل العمود الفقري اللي هو الحبل الشوكي. من وين حصلنا على هذه التراكيب؟ حصلناها من ناتج تطور الاجزاء اللي كانت في حيوان العفو الحبليات اللافقارية.
الغضروف هو مادة قاسية ومرنة تتكون من هياكل أجزاء من الهياكل الفقرية. يعني الغضروف وين نحصله؟ في الفقري في الثدييات مثلا، يكون ما بين عظام العمود الفقري. طبعا هذه كلها تعطي دعامة وتعطي خصائص معينة للمخلوقات الحية. نشوف ما هي الفائدة العامة من العمود الفقري. العمود الفقري يعمل عمل أو يشكل شكل العصا قوية ومرنة، إذن يعطيه هو قوة ومرونة بحيث أن العضلة تقدر تستند عليه لما نقوم بالسباحة أو الجري مثلا. نلاحظ أن فقرات العمود الفقري منفصلة في الحيوانات وتساعدها على أنها تتحرك بسرعة وسهولة، كما تساعد العظام على انقباض العضلات بقوة تزيد من سرعة أو قوة هذه المخلوقات الحية. نتطرق إلى شيء مهم وهو العرف العصبي. طبعا هذه الصورة فقط للطلاء الحر، لكن احنا لازم نحطها علشان نستنتج ما هو أهمية هذا العرف العصبي المطلوب. لو نلاحظ نشوف الطبقات الموجودة، عندك طبقة في المراحل الجنينية، عندك طبقة الداخلية الاندوديرم، وطبقة الميزوديرم، وطبقة الاكتوديرم، طبقة الخارجية. الطبقة الخارجية تتكون فيها مجموعة من الخلايا تسمى بالعرف العصبي. طيب هذا العرف العصبي مهم ومهم جدا في المخلوقات الحية. لماذا؟ لأنه ينتج العديد من أجزاء الجسم المهمة. أجزاء الجسم المهمة الناتجة من هذا العرف العصبي هو تكون أجزاء من الدماغ والجمجمة. إذن الدماغ عندنا والجمجمة كلها جاية من تطور في العرف العصبي، تكون أعضاء الحس، تكون أجزاء من الجيوب البلعومية وتغليف الألياف العصبية. طيب هذه المعلومة احنا وين درسناها؟ في مقرر الحية 211. لو نلاحظ أن الخلية العصبية تكون عندها أجزاء محاطة فيها خلايا أو ألياف تغلفها، وعندنا أيضا خلايا غدد محددة، هذه كلها ناتجة من العرف العصبي. انتقل إلى المخطط اللي شرحناه قبل شوية. تركيزنا اليوم بإذن الله تعالى راح يكون على طائفة الأسماك. ما هي خصائص الأسماك العامة؟ راح نناقش خصائص الأسماك من حيث مكان المعيشة والأنواع والحجم. نشوف مكان المعيشة، وين تعيش الأسماك؟ طبعا معروف أن الأسماك تعيش في البيئة المائية مثل البحار والبرك والجداول، وممكن حصلها أيضا في المستنقعات، وبعضها يعيش في الأماكن أو طبقات الظلمة تماما في قاع المحيط. يعني جزء من الأسماك راح يعيش في الطبقة المضيئة في البحار والآخر في الطبقة المعتمة. لو نلاحظ أن بعض الأسماك ممكن تعيش في المياه المتجمدة في المناطق القطبية، وتقدر تتحمل هذه الأجواء الباردة نتيجة لوجود بعض البروتينات في دمها. هذا البروتين في أجسام هذه الأسماك يمنع تجمد الدم، بهذه الطريقة تقدر أنها تعيش وتكمل حياتها. الأسماك متنوعة حوالي 24600 نوع. بالنسبة إلى أحجام الأسماك فهي تتراوح، ممكن تكون عندنا أسماك كبيرة مثل أسماك القرش الحوت واللي يصل طولها حوالي 18 متر، وممكن تصل إلى أسماك صغيرة مثل أسماك المشط الصغيرة وهي في حجم ظفر الإنسان. لاحظ الفرق ما بين هذه الحجوم. الأسماك تتميز أن عندها فكوك، وهذه الفكوك تكونت من نمو في الأقواس الخشومية الأمامية. إذا حدث هناك تطور على مستوى الأقواس الخشومية، هذه الأقواس الخشومية وعندك هني الشق الخشومي، صار تطور في الأقواس، ولو لاحظ صار فيها نفس الانحناءات مع تطور المخلوق الحي. هذه الانحناءات تطورت وصارت نفس الفكوك الواضحة. طيب ما هي أهمية هذه الفكوك؟ نعرف أن الفكوك مهمة خاصة للأسماك الكبيرة. ليش الأسماك الكبيرة؟ لأن الأسماك الكبيرة تعرف أنها هي تكون مفترسة،
بحيث ان هي تمسك الاسماك الفريسه طبعا تمسك الفرس باسنانها وتحطمها وبكذي تتغذى عليها. وممكن ان الفكوك ايضا تساعد الاسماك ان هي تدافع عن نفسها ضد المفترسات. ولو نلاحظ هناك اكتشاف حديث لبعض الاسماك بدا يكون عندها نفس الاسنان. الزعانف، لاحظ ان الزعانف الاسماك الزعانف تكون مزدوجه. الزعنفة بحد ذاتها تعني تركيب يشبه المجداف. أهمية هذه الزعانف يساعد السمك على العيش في البيئات المائية المتنوعة، يعني تقدر أنها تتكيف مع التيارات المائية الموجودة. طيب لو نلخص وظيفة الزعانف، بنقول أول نقطة أنها تستعمل للتوازن، بحيث أنها تتزن لما تكون سابحة في الماء، ويساعدها ان هي تغير اتجاهها، وممكن يساعدها ان هي تندفع الى الامام بعكس التيارات مثلا. هذه تركيب الزعانف، راح ندرس الزعانف بشكل تفصيلي بعد قليل. نشوف الزعانف الحوضية والزعانف الصدرية. من اسمها حوضية وصدرية، اذا موجودة في منطقة الصدر وموجودة في منطقة الحوض. ولاحظ المكان هذه الزعانف، ماذا تقدم هذه الزعانف للأسماك؟ تمنح استقرار أكثر. إذا تعطيها استقرار أكثر متى؟ لما تكون سابحة ولما بتغير اتجاهها في الماء. القشور، القشور في الأسماك هي التي تغطي أو التراكيب الصغيرة التي تغطي سطح الجلد في معظم الأسماك. لو نلاحظ أن الأسماك ليس لها فقط نوع واحد وإنما أنواع عديدة من القشور. لما نقول سمكة السردين عندها قشور مشطية، وعندك سمكة الرمح عندها قشور معينة لامعة. لاحظ شكل هذه القشور شلون تكون مختلفة بحيث أنها هي تدعم المخلوقات الحية. تتميز هذه القشور اللي أشرت لها أنها عديمة اللون. طيب اللون اللي احنا نشوفه على السمكة من وين جاي؟ هذا اللون قادم من الجلد اللي يكون تحت أو الجلد الذي يلي هذه القشور، هو سبب ظهور اللون. لو نلخص القشور مع بعض، نشوف أن القشور عندنا ثلاثة أنواع أساسية. قشور صفائحية مثل الموجودة في سمك القرش. لو نركز على الصورة عندك تحت، قشور صفائحية، هذه قشور صفائحية. لو نشوف القشور تحت المجهر، لاحظ تكون شون أطرافها حادة. وعندك قشور مشطية مثل السردين، لاحظ شكل القشور المشطية. وعندك قشور معينة لامعة مثل سمكات الرمح، وهي هذه شكل القشور لما نشوفها تحت المجهر. الخياشيم، هذه أهم نقطة أو أهم ميزة تميز الأسماك، وهذه أول معلومة تعلمناها لما دخلنا المدرسة. الخياشيم هي موجودة في الأسماك، تقوم بعملية تبادل الغازات. تتكون الخياشيم في الأسماك من نسيج رقيق. الخياشيم بحد ذاتها عبارة عن أنسجة رقيقة جدا. لو نشوف شكلها تحت المجهر، نشوف أن هي كثيرة الانثناءات، وهذه الانثناءات تزيد من مساحة سطح العمل. لو نشوف طبعا هنا مكان الخيوط الخيشومية، لو نكبرها نسوي عليها زوم أكثر، نشوف شكلها يكون مرتب بهذه النمط. لاحظ اتجاه تدفق الماء يأتي في هذه المنطقة، فيدخل الماء في هذه المنطقة. نركز أكثر على هذه الخيوط، نشوف الخيط الواحد مكون من شعيرات دموية، وهذه الشعيرات الدموية تغذيها مجموعة من الأوردة الدموية، وهي الأوعية الدموية عفوا، مثل الوريد والشريان. اللي قاعد يصير هنا عملية تبادل الغازات، بحيث أن الخياشيم تأخذ الأكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون. كيف تتم آلية الاستخلاص هذه اللي أشرت لها؟
في البداية يتدفق الدم في الخياشيم عكس اتجاه جريان الماء. لاحظ السمكة تتجه مثلا بهذا الاتجاه، الماء عندك أو تيار الماء ينتقل في هذه الطبقة. لاحظ عندك الحين هني تعاكس في الاتجاهات، هذا التعاكس في الاتجاهات راح يغذي الخياشيم. لما تتغذى الخياشيم الحين تقدر ان هي تستخلص حوالي 85% من الاكسجين الذائب في الماء تقريبا عندما يجري الماء فوق الخياشيم في اتجاه المعاكس ويجري الدم في اتجاه اخر. لاحظ ان الحركه الحين كلها عكسيه، الماء في هذا الاتجاه والخياشيم تتغذى بالدم بهذا الاتجاه بحيث ان يصير اكبر كميه من الاستخلاص، وبشذي تحصل الاسماك على الاكسجين وتقوم بوظائفها الحيويه. الخياشيم لازم تكون محميه عشان ما تخترب وتتاثر بالبيئه المائيه المحيط فيها، عشان كذي الخياشيم لازم يكون عندها غطاء خيشومي. وتميز الغطاء الخيشومي انه هو غطاء متحرك بحيث انه هو يقدر يغطي الخياشيم ويحميها بنفس الوقت. وايضا الغطاء الخيشومي يساعد على ضخ الماء القادم من الفم عبر الخياشيم. لاحظ شكل الخياشيم في هذه الصوره، الخياشيم تكون دائما لونها احمر لانها مغذيه بالاكسجين بالدم. هناك اسماك ممكن تعيش خارج الماء، لما تعيش خارج الماء الحين وجود الخياشيم غير ضروري لها. لما تكون خارج الماء فعندها تراكيب تشبه الرئة. نشوف مع بعض، عندنا سمكة الرئة، هذه السمكة تقدر تعيش خارج الماء. طيب ليش هي تقدر تعيش خارج الماء؟ لأن عندها تراكيب تشبه الرئات. لكن لاحظ أن هذه السمكة لا تستطيع العيش لفترات طويلة وإنما لفترات قصيرة. ايضا عندنا اسماك تسمى بثعبان الماء وهو سمك الانقليس، هذا يقدر يتنفس خارج الماء من خلال الجلد الرطب لتحدث عند عمليه تبادل الغازات. لاحظ هذا هو شكل الانقليس. تحياتي لكم اعزائي الطلبه والطالبات، اتمنى اني سهلت عليكم جزئيه الاسماك. نراكم ان شاء الله في الطائفة التالية وهي طائفة البرمائيات.